يا اسطى محمد، الفن الجميل اللي انت بتعمله ده برضه ده فن. فاكر الواد ابو ايد مسلوخه. ودلوقتي يا جماعه احنا بنخرم المكنه عشان هي مكنه انتهى، لازم نخرمها. ايوه خرم الخارج. قربنا نخش التانك واحنا كده بنعمل عمليه بحث عن البنزين، يعني بننقب عن النفط عن البترول. بص يا محمد، بينقب عن البترول جوه التانك. دي البريمه. قربنا نوصل يا باشمهندس محمد. هانت. ايوه وبكده احنا وصلنا للبنزين. طلع بترول. الله اكبر، هتطلع بترول ابو اوبا. ايوه هتطلع بترول. اول قطعه طلعت بسم الله عشان محمد بسام يشوفها. ده انا وراه في الراجل محمد بسام. انا والاستاذ محمد بننقب عن البترول جوه التانك، ودي رحلات التنقيب عن البترول في مصر. احنا اي تانك يا استاذ محمد نلاقيه نخرمه وناخد البنزين اللي فيه على طول. اتعلم يا محمد علشان تحرم تضيع مفتاحك تاني. السنة بيضة. كده احنا بنطلع بنزين. ده البتاع اتنحر خالص. قربنا نوصل لقاع التانك. يا عيني. والغطا ده ينفع تاني يا استاذ محمد بعد كل ده؟ نعمل له غطا غسالة. نعمل له غطا ثلاجة. لا 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 ده الموضوع صعب. دي رحلة التنقيب عن البترول. يا دين النبي انا حاسس ان احنا دخلنا جوه التل. انت عادل تطلع دخانه يا استاذ محمد، ممكن تفرقع فينا؟ علموني وقبل احسن تفرقع فينا ولا حاجه. افتح جوه كليسه تولع. بتعمل ايه؟ استرى علينا. احتكاك داخل في ساعتين. احتكاك. انا شايف غطا التانك مش راضي يترفع. كده انت بتديله منافله يدوي. فيك الخير يا استاذ محمد والله. بتساعدنا في التنقيب عن النفط. هنطلع بنزين دلوقتي. فكرني بال فاكر الواد اللي هتعمل ايه دي؟ ايوه الواد ابو دبلة. حلو ابو دبلة ده بدبلتين في صباق في اسبوع. يقول لك لابسهم موضه. لايهم في الارض. لايهم في الارض. غير التانك كله. ايه؟ ايه؟
دي الصناعه الصيني اللي ما بتبوظش. دين النبي يا استاذ محمد، جبنا القلب، ده جبنا القلب. ايه ده، احنا جبنا بنزين بجد. لا 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 لا، ده احنا وصلنا لمرحله جميله. الله اكبر. ايوه ايوه والله العظيم باشا. وادي 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 الغطل راح امسكه تاني. لا انت كده بتهزر. لا لا لا، افتكرت قبل ما وده برضو يلسع. لا لا ده مش قوي ده، بس خلي بالك ده لو يلسع كده ممكن البنزين ده ينفجر فينا. طالما مفيش شرز يا عم، طالما مفيش شرز تمت العملية بنجاح.